هنبدا باول خبر معانا مع النادي الاهلي واقتراب المباراه الهامه جدا امام ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه غدا الساعه 9. في ظل غياب كهربا بسبب الاجهاد العضلي اللي عانى منه بعد مباراه الاهلي امام سياتل ساوندرز، لسه موقفه حاليا يعني ينتابه الغموض من المشاركه في مباراه غدا، ولكن كولر بيفاضل حاليا بين محمد طاهر واحمد عبد القادر ومحمد شريف في قيادة الهجوم أمام ريال مدريد. تعالوا نروح لنادي الزمالك اللي حاليا بيقترب من موعد هام جدا في مباراة هامة جدا في دوري أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة اللي جاية، وبعد إصابة مصطفى الزناري في مباراة الزمالك أمام فاركو أمس بإجهاد في العضلة الخلفية، في شكوك حوالين مشاركة مصطفى الزناري في مباراة يوم الجمعة، ولكن اللاعب هيخضع لبرنامج علاجي لحسم موقفه النهائي في مباراة يوم الجمعة.